أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ممكن تمني عليها البديه عليهم المكان هنا واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد الله يصلح حالك يا رب واعلموا أن الله غني حميد يا رب الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا
وما يذكر إلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن وما للظالمين من أنصار وما إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الصدقات فنعما هي إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء لا يسألون الناس إلحافا
الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم إِلَّا